قصة التكليف شخص خارج من خارج الكتل والأحزاب السياسية بتولي منصب رئاسة الوزراء راجع إلى الاجتهاد الذي لا أتفق معه بخصوص تفسير المادة 76. لو كان تفسير المادة 76 أنه الكتلة الفائزة بالانتخابات هي اللي ترشح من يكلف بتشكيل الحكومة، كان انتهينا من قصة نبحث عن من هو يقود المشهد السياسي أو يقود رئاسة الوزراء. هذا العرض وليس الترشيح، يعني حقيقة لم يحصل ترشيح رسمي من جهة معينة. الترشيح منصوص عليه في الدستور، أكو إلى آليات، جهة حزبية برلمانية تقدم طلب رسمي إلى رئيس الجمهورية تتضمن ترشيح سين من الناس إلى منصب رئاسة مجلس الوزراء. هذا إلى الآن لم يحصل، وإنما عروض ومباحثات وأفكار. سبقت مرحلة تكليف الأخ عادل عبد المهدي في رئاسة الحكومة، أيضا كان هناك حالة انسداد سياسي لكن مو مثل هذه الحالة، مو يعني إلها ظروف أخرى غير هذه الظروف. فأيضا تم مفاتحتنا من قبل القوى السياسية ورفضنا رفض قاطع، وقلنا لهم أنه رئيس القضاء أو أي قاضي آخر إذا خرج من المؤسسة القضائية نعتقد أنه هذا شيء مو صحيح. القاضي مكان عمله هو القضاء، ممكن البحث عن شخصية أخرى لرئاسة الحكومة. تكررت هذه العروض قبل تكليف رئيس الوزراء الحالي الأخ مصطفى الكاظمي، أيضا تم بحث من هو يتولى منصب رئاسة الوزراء، وكنت أنا أحد الشخصيات اللي تم مفاتحتها وشخصيات أخرى كثيرة، وأيضا كان جوابي نفس الجواب السابق. في هذه المرحلة أيضا تكرر نفس العرض من بعض القوى السياسية أنه أن تكون أنت الحل في رئاسة الحكومة، وأيضا كان جوابنا بالرفض. وكل هذه أرجع وأقول كل هذا راجع إلى الاجتهاد الذي لا أتفق معه بخصوص تفسير المادة 76. لو كان عندنا تفسير واضح كان ما ذهبنا إلى خيارات متعددة وكثيرة في اختيار من هو يرأس الحكومة. فلهذا نعتقد أنه الحل يكمن في التوافق على شخصية رئيس الوزراء في المرحلة الحالية، التوافق على شخصية رئيس الوزراء بين القوى السياسية، لأن رئيس الوزراء يمثل جميع العراقيين. فإذا لم يكن هناك توافق على هذه الشخصية نعتقد أنه إداء مهمته راح يكون فيها نوع من الصعوبة والتعقيد، خاصة احنا نشهد وضع اقتصادي غير جيد، وضع دولي غير جيد، فيحتاج أن يكون لدينا رئيس حكومة متوافق عليه من معظم مكونات الشعب العراقي.